نسعد بهذا الملتقى دوما المشاهدين الكرام في هذه الإطلالة الجديدة على شاشة النيل في برنامج من القاهرة، كما اعتدنا في هذه الإطلالة أن نبدأ بهذه الجولة الإخبارية القصيرة. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، وشارك في الاحتفالية أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى جانب عدد كبير من قادة وزعماء العالم. في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. هذا وقد شهد السيد الرئيس مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في حفل مبهر عكس عمق الحضارة الصينية ودور الرياضة في تقريب الشعوب ونشر السلام. عاد إلى القاهرة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته إلى إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الإفريقية الأمريكية لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية والتي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما. وناقش المؤتمر جهود مجابهة التهديدات والتحديات التقليدية وغير التقليدية وهي المتعلقة بالمنظمات والجماعات التي تسعى لتقويض الأمن والحكم في قارة إفريقيا، كما ناقش الحضور عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين الدول الإفريقية. في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أكد أن الدين اهتم بالإنسانية عبر دعوته إلى التعارف والتفاهم بين أتباع الديانات في عالم تسوده روح التسامح والإخاء والتضامن والتكافل. وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن أمله في تقديم حلول ناجحة لأزمات الأيتام والمهاجرين والمنكوبين. وفي الفاتيكان أشاد البابا فرانسيس بموقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من الأخوة الإنسانية إضافة إلى عمله الدؤوب في ترسيخ قيم العدالة والتسامح. وبمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية أكد البابا فرانسيس أن الأخوة قيمة أساسية ينبغي أن تستند إليها العلاقات بين الشعوب حتى لا يشعر المحرومون بالاستبعاد، كما دعا البابا فرانسيس إلى تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتفاهم والتضامن بمعزل عن لون البشرة والدين والطبقة الاجتماعية. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة الأولى بالرعاية، إضافة إلى المرضى بالمستشفيات ودور رعاية الأيتام في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية بشأن تخفيف أعباء المواطنين. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، يتواصل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي تحرص من خلاله على تخفيف الأعباء عن المجتمع ومساندة ودعم كافة الفئات. من هذا المنطلق تستكمل الوزارة توجيه قوافل المساعدات العينية والإنسانية. هذه المرة استهدفت المساعدات المرضى بعدد من المستشفيات، تم توزيع هدايا عينية عليهم مع التأكيد على دعمهم ومساندتهم، وهو ما ساهم في رفع روحهم المعنوية ما يساعدهم على تحمل آلام المرض. مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. انطلقت وزارة الداخلية بقوافلها الى المناطق الحضارية الجديدة التي اقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها. تم توزيع اغطية ومساعدات عينية على الاهالي بتلك المناطق، وهي ليست المرة الاولى التي تحرص فيها الوزارة على دعم قاطنيها وتخفيف الأعباء عنهم، بل هي مستمرة في ذلك، حيث تتوجه قوافل المساعدات إليهم بصفة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة حفاظا على سلامة الجميع. بشكر سيادة الرئيس إن هو فاكر أهالي النهضة وأهالي المحروسة. في الشتاء أو الصيف بيبعت لهم بطاطين كراتين، بصراحة فاكرهم من ساعة ما جم المكان هنا وهو فاكرهم بكل خير. حتى في دخول المدارس برضو ما نسيناش، وجاب لنا شنط مليانة كراريس وكشاكيل وإقلمة، وإحنا بنشكره على مبادرته، بنقول له ألف شكر يا ريس. جلي باللبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شطار.
ربنا خلينا نفسيتي عامل حاجات كتير قوي وعامل كل حاجه حلوه كباري وعامل كل حاجه وبطاطين وربنا يخليهولنا يا رب. انا بشكرك يا سعاده الرئيس على كل حاجه عملتها في مصر من ساعه ما حضرتك مسكت الرئاسه. شكرا يا رئيس، كتر الف خيرك على اللي بتعمله معانا، ربنا يسترها معاك يا ابني ويخليك للبلد. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من ترابك. فئه اخرى استهدفتها وزاره الداخليه بمساعدتها وهي قاطنو دور رعايه الايتام، حيث وجهت الوزارة قوافل المساعدة إليهم وتم توزيع هدايا عينية على قاطني تلك الدور، وهو ما قابلوه بفرحة وترحاب كبير نظرا لاهتمام وزارة الداخلية بهم وتلبية متطلباتهم. النهاردة وزارة الداخلية شرفتنا في الدار داخل الجمعية، وزعت الهدايا على الأولاد، وهي على طول معانا في جميع مناسباتنا ومش بتنسانا في كل المناسبات. احنا اللي بنلبيه في وقت ما بتنادينا، لو تحترينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كثيفا من الجمهور اليوم في عطلة نهاية الأسبوع وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. جيشنا جيش المصري، جيش الأسود، جيشنا العظيم، جيشنا اللي ضحى وبيضحي ولسه ياما هيضحي عشان كل مصري يعيش في أمان. بالنسر وتمثال الجند المصري، تزين جناح وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 وسط أجواء مميزة وصفها الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بداخله بالمشاركة الإيجابية لترسيخ الدور الوطني لحماية الوطن. دخلنا جناح وزارة الدفاع وكلية الشرطة والرقابة الإدارية. في وزارة الدفاع عرفنا إزاي السجلات بتاعت وزارة الدفاع بيتم إعدادها ويتم تجميعها في مجلدات معينة. بعد كده اتعرض علينا إزاي الأسلحة المختلفة في كلية حربية. الفكرة هنا ظريفة، يعني قاعة هنا فيها كذا وزارة وكذا حد موجود، بس أنا شايفة إن يعني كل المجالات متاحة، يعني اللي عايز يهتم بأي مجال، حد مهتم بالرقابة الإدارية بوزارة الدفاع كله متاح، فدي حاجة طبعا بتشجع كل ان هو يكون موجود هنا. وزارة الدفاع بيعرض هنا صور كتيرة جدا وجميلة جدا ولها تاريخ طبعا، وشرف كبير جدا ان احنا النهاردة نبقى موجودين في الجناح الخاص بوزارة الدفاع اللي هو الجيش المصري العظيم اللي احنا كلنا بنفخر بيه. وشهد جناح وزارة الداخلية ووزارة الدفاع عرضا تفاعليا من الجمهور من خلال الشاشات الموجوده به. انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا ان احنا نحفز اولادنا ان هم فعلا يبقى عندهم انتماء لبلدنا وانتماء لجيشنا وانتماء للشرطه وانتماء للبلد عامه. جناح وزاره الدفاع والشرطه حاجات جميله جدا ما شاء الله، وقاعات عرض مميزه وشاشات جميله، وبيوزعوا طبعا منشورات عن دور الشرطه والجيش وفي حماية الوطن، ومجلة وزارة الدفاع ما شاء الله بتوزع مجانا. أنا أخدت جولة في مركز الشرطة ومركز الوعي الثقافي اللي موجود فيها، وشفت قد إيه الخدمات اللي بتقدمها الشرطة في الوعي، وبتقدم قد إيه وعي الإنسان بحيث يعيش في أمان وأمن ويكون بيحافظ على اللي حواليه أكتر ما يحافظ على نفسه. هذا ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر نافذة لكل محبي وعشيق الثقافة والقراءة بمشاركة تخطت 1000 ناشر من 51 دولة. مشاركة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 مشاركة تؤكد وترسخ وتؤصل الدور القومي لرجال الجيش والشرطة، وتعرف الجمهور باستراتيجيات الأمن القومي وأيديولوجيات الفكر المتطرف. من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحمد سعد الدين، النيل. أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التحول الرقمي وتحديث أنماط العمل الحكومي مع تعظيم جهود تعزيز حوكمة منظومة الإدارة المالية للدولة. وخلال اجتماعه مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أكد وزير المالية حرصه على تهيئة كل المتطلبات اللازمة للانتهاء من تطبيق المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية بالتعاون مع كوريا الجنوبية. هذا وقد أوضح الجانب الكوري اهتمام الحكومة الكورية بتطوير مختلف أوجه التعاون مع جمهورية مصر العربية.
بحث وزير البترول والكهرباء تأمين احتياطيات محطات احتياجات محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود السائر خلال الفترة القادمة. وأوضحت وزارة البترول أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح في مزيج الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المقررة حتى عام 2035. أعلنت وزارة البترول المصرية أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت من أسعار الوقود بأنواعه لحوالي 25 قرشا وثبتت سعر السولار. وذكر القرار أن سعر البنزين 80 ارتفع إلى 7 جنيهات و25 قرشا للتر، أما البنزين 92 فوصل إلى 8 جنيهات و0.5 جنيه للتر الواحد، وبنزين 95 وصل إلى 9 جنيهات و0.5 جنيه للتر الواحد، وتم تثبيت سعر السولار عند 6 جنيهات و75 قرشا للتر الواحد. أكد وزير الزراعة السيد القصير أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعي إلى جانب السعي لتطبيق استراتيجيات وخطط الزيادة الإنتاجية لمزارع الألبان الصغيرة. جاء ذلك خلال حضور وزير الزراعة لتوقيع مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمعروفة اختصارا باسم الفاو، يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية. التعاون مع الصين. وحضور رئيس الجمهورية افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بيجين، هذا هو محور الحوار القادم، نرجو أن تبقوا معنا. إلى اللقاء.